يعني لما نحكي عن القديم والجديد في مناسبات رمضان والأعياد، يعني لازم نوعا ما نذكر حياة القرية ومقارنتها بحياة المدينة. يعني كيف تقرأ حضرتك سلوك سكان هالبيئتين من ناحية نوعية اللباس وطريقة الاجتماع وطريقة استغلال هالمناسبات في حياتهم؟ ابدا، هادولي من نعمه الله وفضله عليهم، طبعا فضله علينا حتى نحن، نعم، ولكن في الجانب هذا هادولي بيناموا في الليل، ياخذوا حتى الساعه، يعني نفس راحه الليل. السكن هذا موجود، مش بس النور، السكن في وقت الليل هذا موجود للاجسام، يشعر الانسان يعني ساعتين في الليل نوم احسن من 10 في النهار. فلذلك دولي في البرمجه في الـ في الـ في القريه عنده حياتهم مركبة على كده. طبعا الآن ما أقدر أقول إن القرية في الأول زي دحين دخل عندهم التلفزيون، يعني نحن غزوناهم بالتكنولوجيا أيضا، وعملنا لهم خلطة كده غريبة، ما هم عارفين يعملوا زيهم ولا نحن نعمل ولا كذا. فهي اختلفت الأمور كثيرة. يبدو أن زمن العولمة هذا داخل بقوة في كل الأشياء، بيغير. نحن مرتبطين بالدنيا دي كلها، لا نستطيع أن ننعزل عن الناس. فالقرية يبدو، مش القرية بس، حتى البلد القديمة عندنا، يعني الحارات القديمة، حارة الشام، حارة المظلوم، حارة اليمن، الأحياء القديمة، كان العيد فعلا في النهار، الناس كانوا يشوفوا بعضهم في النهار، يبتهجوا في النهار، تطلعوا بملابس العيد الجميلة يتباهوا بيها، يناموا في الليل، الأطفال خاصة يعني يناموا والحاجة الجديدة جنبهم كل شوية يقلبوها ويشوفوها ويستعرضوا بها، هذه الحاجات. لكن الآن لا، بيناموا بيناموا، النوم هو الحل عندهم يمكن نوعا ما. يعني قالت الصحافة المحلية أن الأسر السعودية صرفت تقريبا 5 مليارات ريال في أيام العيد، يعني بزيادة تقريبا تقدر ب 30% عن العام الماضي. وقالت أن المبيعات الذهب والمفروشات والمواد الغذائية تجاوزت ال 14 مليار ريال في مكة والمدينة في رمضان هذا العام أيضا. يعني حضرتك ما بتشوف أنه هناك في مبالغة نوعا ما في الصرف على الكماليات على حساب مقاصد شهر رمضان والمناسبات والأعياد؟ أنا بالعكس، هذا الصرف لو تضاعف كمان 100% بشرط أن يرتبط بانعكاسه على السعادة علينا. هل زادت السعادة بهذه النسبة؟ أنا بفكر في كده. هو بنصرف ليه؟ مش عشان نسعد نفسنا ومن حولنا؟ إذا بنصرف وبتجي السعادة بنفس المقياس اللي ارتفعت به المصاريف، هنصرف أكتر، كل واحد عنده يصرف ما دامت واحد قادر. لكن المشكلة أننا أحيانا نخطئ طريق السعادة. كيف؟ فسر لنا أكثر. والله يفسر لك إيش، أخاف يقولوا إنه هذا جاي بده يعمل لنا مش عارف مثاليات وكده، ولا مثاليات ولا حاجة. أنا أقول بمنتهى البساطة، إذا لم تنعكس نعمة المال والصحة والأشياء دي على سعادتنا، إذا لم تسعدنا، إذا أشقانا المال يغور المال في دهية، صح، ما نبغى، نبغى نسعد ونبتهج، نرجع لبساطتنا، مودتنا، محبتنا. أوكي، إذا بدها تجي بالفلوس مرحبا، نصرف فلوس، كل واحد يصرف على كيفه وعلى قده ويسعد نفسه. نعم. لكن المشكلة أن يكثر المال من جنب وتقل السعادة من جنب. ليه؟ هنا في حاجة غلط. إيش هي؟ طبعا أنا ما حقدر أجاوب على السؤال ده. طيب نسأل، يعني نسأل شيء عن العادات في الماضي والعادات القديمة. يعني في الماضي كانت عادات أهل الحجاز والشرقية والشمالية وغيرها من المدن السعودية بتختلف بحسب التركيبة الاجتماعية في طقوس شهر رمضان والعادات، عادات العيد تحديدا. يعني كان لكل مجتمع ولكل مدينة ميزاتها وعاداتها الخاصة، لكن الآن صار في نوعا ما مظاهر، يعني فينا نقول بالحضارة ومظاهر الحضارة وحدت هاي العادات والتقاليد بشكل أزعج الجيل القديم. كيف بتعلق حضرتك على الموضوع من بعد الابتسامة؟ هم إذا كان انزعجوا من شيء فانزعجوا على حاجة، ما بيجدوا نفسهم، بيجدوا نفسهم في غربة. نعم. تصور الغربة هذه لما الإنسان كده يحس بأنه اختلف عليه كل شيء. طبعا نحن ما نقول ولا نوافق على كل شيء، هو يبغانا نرجع لكل حاجة ورا، نقول له لا، من فضلك نحن نعيش زمننا،
أولادنا يعيشوا زمنهم، ولا نريد أن نغير التغييرات لمجرد أن نمتدح ما مضى لأنه كل شيء فيه حلو ومش عارف إيه وحياتنا كانت حلوة، أنتوا إيش شفتوا، ما مرت عليكم أيام حلوة. لا مو صحيح، لا مو صحيح. ذائقتنا تختلف عن ذائقتهم. كل ما في الأمر إننا نبغى نوصل معاهم إلى منتصف الطريق. صحيح كانت عندكم حاجات جميلة، صحيح أنتم كنتوا بتبتهجوا لكذا، لكن الآن ظروفنا تختلف عن ظروفكم. لا تطلبوا المحال، مش ممكن نرجع على وراء أبدا، ولا بشكل ولا بشكل، ما نقدر نرجع أمس هذا. باقي إننا نحب اليوم، نحبه كما هو، وننطلق معاه ونسعد به، ونوصل للكيلو 101 نحن واللي قبلنا، ونتفق على حاجة نقول لا، هنا اتفقنا على إننا ناخد أجمل ما عندكم وتسامحونا في الحاجات الجميلة كما برضو اللي عندنا. صح مظبوط. أكيد الكاتب والصحفي الأستاذ يحيى بجنت، شكرا جزيلا لتواجدك معنا، كل عام وانت بخير، ومثل ما قلت العيد هو بيضل موجود بقلوبنا مش بالمظاهر. شكرا لك.